ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت في السورة التي أحل الله فيها بهيمة الأنعام وحرم منها ما حرم في قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخره. والله هو الذي خلق الإنسان وخلق له ما يستبقي حياته من قوت وما يستبقي نوعه من زواج. وإذا كان الحق هو الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض، فكان قبل خلق ذلك الإنسان من آدم قد أعد له كل هذه المقومات للحياة من سماء وأرض وماء وهواء ومما دخر في الأرض من أقوات لا تنتهي إلى يوم القيامة. والخلق شيء والجعل شيء آخر. الخلق إيجاد من عدم، ولكن الجعل توجيه مخلوق لله إلى مهمته في الحياة. إذن فلا يخلق خلق الله شيئا، وإنما الخلق والإيجاد له سبحانه، والجعل يجب أن يكون لله، بمعنى أن الله يأتي إلى مخلوق بخصوصه فيوجهه إلى رسالة بعينها، فعلى المخلوق أن يأخذ خلق الله ليستعمله فيما جعله الله. أما أن يأخذ خلق الله ثم يجعله جعلا من عنده نقول له إنك قد أحلت في الأشياء. الله الذي خلق الكعبة قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهو الذي خلق وهو الذي جعل. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، شهد أنه لا إله إلا هو، فيجب أن تجعلوا أيضا أنتم لا إله إلا هو، فلا تجعلوا لله أندادا، لأن الأنداد لا وجود لهم، فأنتم تجعلون غير مخلوق، يبقى ده عبث. يأتي الحق سبحانه وتعالى ليثبت في الوجود قضية الفساد في الأرض. قضية الفساد في الأرض إنما هي في تعدي الناس إلى الجعل المخلوق لله. أنت مثلا استقبلت من صانع الجبن قالبا من جبن، واستقبلت من صانع الصابون قالبا من صابون، ثم جئت به إلى البيت، فالذي خلقه وأوجده هو الذي يوجهه، يكون الجبن للأكل والصابون للغسيل. وبعد ذلك رأيت مثلا تكسفين، ورأيت نشا، النشا دي ينطبخ والتكسفين نموت به الميكروب، فإن أنت حولت الجعل فجعلت هذا لهذا تبقى أفسدت في الكون. كذلك جعل الحق سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابنه، فنأخذ أبناء من غير أصلابنه لنجعلها أبناء لنا، يقول له هذا خطأ في الجعل، لأن الذي خلق هو الذي يجعل، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كيف تجعل دعيا من غير صلبك ابنا لك؟ ابن لك هو طفل، طيب كويس، ولما يكبر كده ويبص لغير أمه ويجلس على حجر غير أمه وتقبله غير أمه وينظر إلى أخته من صلبك على أنها أخته وهي ليست أخته، يبقى أنت أفسدت في الجعل ولا ما أفسدت؟ أنت أفسدت في الجعل. إذن فكل فساد هو في إيه؟ في أن تجعل مخلوقا لله
في مهمة غير التي جعلها الله له. احنا في جعلنا لما بنوجد مثلا زيت البترول بنطلع منه بنزين ده بتاع طيارة، وبنطلع منه سولار. لما تجيب السولار ده وتجعله في الطيارة افسده الله. اذا فلا بد ان تأخذ الجعل من الذي اوجد. فالحق سبحانه وتعالى يقول انا الذي خلقت الانسان وخلقت له ما يقيته وما يحفظ نوعه فاستمعوا مني رزقه، هذا حلال وذلك حرام. لقائل ان يقول كما سبق ان قلنا واذا كان الله قد حرم بعض الاشياء فلما خلقها؟ هي خلقها لمهمة غير التي وجهتها انت لها. يبقى اذا هي زي ما قلنا الخنزير محرمه ليه؟ طب خلقه ليه؟ الخنزير ده هو اللي بياكل قذورات الدنيا، هو ده ما اقول لك اللي بقول لك إيه. مش ما عملوكش تاكله، انما هو عمله عشان ياكل ايه؟ تاكل قذرات الدنيا او اوساخها وميكروباتها ومش عارف ايه. ولو ان انسان ذهب الى غابة من الغابات وفيها عديد من الحيوانات، هذه الحيوانات لو انها نقلت لك صورة من معيشته لتعجبت. فضلات هذا غذاء لذاك، وسم هذا حماية لذاك. السم اللي في التعبان ما بنكلوش، انما بنعوذ في وقت من الاوقات لنقضي به على ميكروب. فانت اذا اخذت تبقى جعلت لغير ما خلق له. يبقى اذا الخلق شيء والجعل شيء اخر. فالحق سبحانه وتعالى يقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، مش بتاعكم ده، انا اللي خلقت الانسان واعلم ما ايه ما يقيته. ولما حرم عليه شيء مش معنى ذلك ان الشيء ده مش مخلوق لمهمة، مخلوق لمهمة، بس انت هتوجهه لغير الايه؟ لغير هذه المهمة. فاحترم مخلوقات الله كلها، لان كل مخلوق له ايه؟ له مهمة. بدليل اننا لما جبنا المبيدات في الحقول صحيح ابادت الضارة في نظرها، لكنها ابادت النافعة ايضا. اللي كان بيقضي على الديدان ويلتقطها ويعمل مش عارف ايه ما عادش. اذا فكل شيء له ايه؟ له شيء مخلوق له. فهو بيقول انا احللت لكم بهيمة الانعام وحرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، تقوموا تيجوا ليه للشيء اللي انا حليته وتحرموه؟ تمام، اللي تحرمه مما احل الله زي اللي تحله مما حرم الله، قد بعضها تعدي تعدي عن الجعل المخلوق لمن؟ المخلوق لله. فقال الله سبحانه ما جعل الله من بحيرة. ايه البحيرة؟ قلنا البحيرة هي الناقة تشق اذنها، ومعنى تشق اذنها بيعطى لها علامة علشان تبقى سائبة كده في المرعى، لا ترد عن مرعى ولا ترد عن ماء ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها ولا يجز ولا يجز الصب ابدا، كده مطلقة لله. ليه؟ امتى يعملوا العملية دي؟ ام قال لك اذا انجبت 5 بطون، يقول والله هي ادت فيصح من ايه نافيها بقى من الانسان. ولا سائبة، السائبة كان الواحد لما يكون مريض او قادم من سفر يجي لاي ناقة يقول هي سائبة، سائبة يعني مش مربوطة، تاكل زي ما تاكل وتشرب زي ما تشرب وتنام زي ما تنام ولا حد يتعرض لها ابدا. دي سائبة مأخوذة من اين؟ الماء السائب. الماء السائب احنا عارفين ان الماء عنصره الاستطراق. يعني ايه عنصره الاستطراق؟ تيجي المية وان كانت جايه من اعلى، لو انها بقى بالعقل كده جايه من اعلى كانت تملى قمم الجبال الاول. لا يا اخويا، هي تملى الواطي الاول ولا ينتفعش منها العالي الا بعد ما ايه؟ ما الواطي يشبع 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 وبعدين تبقى ايه؟ تبقى تطلع لفوق. سائبه الماء ما بيمشيش انت على كيفك الا اذا حجزته بقى في مواعين وعملت ضغط وعملت ضغط وعملت عمليه تانية خالص، انما لو سبته كده يروح مال الحته الواطي لحد ما تتساوى بالعالية وبعدين يملى دي ويبقى كده من غير ما حد ايه يتعرض له. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. برضو الوصيلة ايه؟ برضو حاجة ناقة هنعفيها من اننا نذبحها ولا نركبها ولا هي حرة برضو. ليه؟ ام قال لك وصيلة كانت الناقة لما تجيب انثى يربوها لانها وعاء الانبات، وفحل واحد يقضي كم انثى؟
يبقى عايزين اناس كتير ولا لا؟ عشان هم اللي هيحملوا، واذا كان ذكر يذبحوه. احنا برضو كنا في الريف كده، النهارده كانت الجاموسه تيجي تولد، لما تولد عجله يقول لك دي تتربى، ولما تولد ذكر نذبح. نقول احنا يا صغار يا اللي مش عارفين حاجه نتمنى والجاموسه بتولد لها تولد ايه؟ عجل عشان ناكل. انما اهل البيت اللي عندهم رشد يقول لك يا ست تولد انثى علشان هتبقى ايه؟ وعاء نجيب منها. الله. فاذا ما جاءت بانثى وذكر اثنين ويا بعض يقول لك ان الانثى وصلت اخاها فحمته من ان يذبح، يبقى يظل. وده امر ضروري، لان لو كنت هتذبح كل ذكر من اين تاتي بالفحول؟ بالطلقات تجيبها منين؟ وهو لازم يكون كده. يبقى دي اسمها الوصيله التي وصلت اخاها فلم يولد ولا حامل. حامل يعني هو الفحل يحمي ظهره من ان يركب ويحمي نفسه، يبقى سايب برضه كده. امتى ده؟ اما قال لك لما يجيب 10 طبطه، اما يلقى 10 اجيال، نقول له والله انت عملت اللي عليك بقى، ايه ما حدش يتعرض لك. وقالوا في الضابط لها ان ابن ابنه يقدر يلقح، ابن ابنه يقدر ايه؟ يلقح. يبقى بقى خلاص يا موسى. فبيقول ربنا ما جعلش دي، بل هو خلقها لتنتفعوا بها ولتاكلوا لحومها، فاللي تزهقوا منه اعملوا فيه ايه؟ كلوا لحوم واذبحوا، ما تحرموش شيء احل الله ايه؟ احله الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. معنى يفتري الكذب يجيب غير موجود ليوجده. دي ما كانتش موجودة أبدا. تقوم تقول يفترون على الله الكذب، إذا كان فيه صدق وبعد ذلك طرأ عليه كذب، لأن معنى الكذب مش سطر حقيقة. ونقول نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أولا عمل ايه؟ بلغهم منهجه. فكان من المفروض ان يبلغ كل جيل الجيل الاخر المنهج، لكن طول الزمن والغفلة، طول الزمن والغفلة بيخلي الناس تنسى بعض الاحكام، فيبعث الرسل عشان ايه؟ يذكر. الذين كفروا اي ستروا منهج الله وستروا وجوده وستروا البلاغة عنه، كل ده يفترون على الله الكذب. ده اول مجيء في العرب على يد واحد اسمه عمرو بن لحي، هو اللي سافر الى بلاد من بلاد الروم فوجد اوثان واصنام، فراح نقلها لمكه. اول ما دخلت الاصنام هناك اندأه، جعل لله ايه؟ اندادا. وبعدين جعل الوصيله والسائبه والحامديا وعملها من عنده، وابتدأوا ايه؟ يقلدوها. نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. طب يفترون على الله الكذب يعني يغيرون منهج الله، وعلى فرض انه لا منهج وصلهم من الله، فمجرد التعقل في هذه المساله كان يكفي انهم يرتدعوا عنها. الله لم يمنع العقل ان يصل الى حقيقه كونيه سليمه، لكن العقل يصل لها امتى؟ بعد ما يشقى بالتجربه الطويله. فالحق سبحانه وتعالى من اول الامر قال لك دي حرام ودي ايه حلال عشان يحمينا من ايه؟ من التجربه. ولذلك احنا قلنا ان الناس لما يجوا يقولوا لنا القران يقول ليظهره على الدين، والذي ارسل رسوله بالهدى وايه؟ ودين الحق ليظهره على الدين كله. مره يقول ولو كره الكافرون، ومره يقول ولو كره الايه؟ كان مقتضى منطق الايه أن لا يوجد مع الإسلام دين آخر، مش ليظهره على الدين كله، لكن فيه دين، فيه يهودية وفيه نصارى وفيه ملاحدة وفيه كل حاجة. فالآية القرآنية إزاي بتقول الكلام ده؟ نقول له أنت ما فهمتش. لو كان مراد الآية أن لا يوجد يهودي ولا مسيحي ولا وثني ولا ملحد ولا شيوعي كنت صحيح تقول الآية ما صدقتش، إنما مش مراد الآية كده، بدليل أن الآية فيها يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يبقى سيظهر الدين ولو كره مين؟ يبقى لازم فيه ايه؟ فيه كافرين وفيه ايه؟ تمال يظهره يعني ايه؟ مش يغلبه ويجعله هو السائد، يظهره بالحجة والبرهان، يظهره بالحجة والايه؟ والبرهان، ويظهره بشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين. ازاي؟ ام قال لك لانه ستتعبهم قضايا دينهم
فيلجؤون إلى حلول لهذه المتاعب، فلا يجدون حلولا إلا أن يذهبوا إلى قضية الإسلام، لا يعني أنه إسلام ولكن لأنه هو اللي يخلصهم من مشاكلهم. يبقى دي شهادة من مين؟ ولجوءهم إلى قضية تتفق مع الإسلام مع كفرهم بالإسلام، دي شهادة قوية على أن الإسلام جاء دين الفطرة ودين التعقل، وأنكم ستحتاجون إليه قهرا عنكم، من لم يأخذوا دينا فسيضطر إلى أن يأخذه نظاما. فإذا كلمة وأكثرهم لا يعقلون، قال لك لأنهم لو عقلوا نقول لهم أنتوا بتعملوا الوسيلة والحام والسائبة دي تكريم ليه ولا زهد فيها؟ نشوف إن كان زهد فيه تبقوا أخرجتوها عما خلق الله، لأنه خلقها ربنا، لا أنا عشان نأكلها، نأكل لحمها وننتفع بها. طيب وإن كنتم بتاخدوها زهدا فيها نقول له يا أخي مش أدب بقى اللي تنفعك النفع ده كله، والفحل اللي يجيب لك عشرة مش عارف تبطل، والفحل اللي ابن ابنه مش عارف إيه، تقوم تتركه كده همك بدون صاحبه؟ طب اللي ماليش صاحب ده السائبة دي إما إن جه جد ماذا تصلح؟ لكن لو ان لها صاحب كان يبقى معد لها، معد لها شوية اكل استبقاء حياة، شوية مش عارف حاجة نشفة، شوية مش عارف ايه، فانت سبتها كده يبقى لا وفاء منك لما نفعك، تبقى مش نفع الحكاية. العقل يأبى ديا ويأبى ايه؟ ويأبى دي. فاذا كان عمرو بن لحي او غيره عملوا اشياء جعلوها ولم يجعلها الله، إذا ما جاء الإسلام ليعدل هذه المسائل يقول لك لا إحنا زي ما آبائنا كانوا بيعملهم هنعمل. نقول الله، يبقى إذا السماء الكمبيوتر الإلهي ده فايدته إيه؟ ده الكمبيوتر الإلهي فايدته إنه لما يشوفك ضليت كده يقول لك استنى هنا. فلو أن كل واحد هياخد من أبوه بقى ومش عارف إيه وبتاعه وحاجات زي دي يبقى ما فيش فايدة. إنما لازم إيه؟ السماء إيه؟ تبتدي تعدل لك. تبقى ما تقولش أنا بتبع مين؟ هنا الآية بتقول إيه بقى؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فلا تجعلوا شيئا في غير ما جعله الله، قالوا إيه؟ ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب اشمعنى اللي غير أول تغيير ما قالش حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؟ هذا اول كلام فاضه، تبقى تقول حسبنا ما وجدنا عليه. طب انت جيت ولقيت واحد غير فغيرت زيه، طب وهو اول من غير ما قالش ليه حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا؟ تبقى قضيه منقوضه حتى منكم، قضيه ايه؟ منقوضه حتى منكم، تبقى كذابين فيها ايضا، ما انتوا خاطئين فيها كمان. حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، يقوم ربنا يقول طيب يا حسبكم ما وجدتم عليه اباءكم ولو كان اباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي ايه ثانيه لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا، في الايه في ايه ثانيه قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، يبقى في ايتين هم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ادي ايه. لا دي بقى تقول ايه؟ واذا قيل لهم، مش اتبعوا ما انزل الله، تعالوا، تعالوا كانهم انحطوا ارتفعوا شويه، تعالوا الى ما انزل الله والى مين؟ الرسول. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، حين يقولون بل نتبع ما الفينا عليه ايه اباءنا، او يقولون حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، ان هي اللي اشد في الانكار. يقول احنا نتبع ما الفينا عليه ايه، يصح يجي يوم يقول لك ونتبع ما الفينا عليه الدين، ما منعتش، انما نقول حسبنا ما وجدنا، يبقى مش عايزين حاجه خالص. يبقى ان هي اللي اقوى في الانكار، حسبنا ما وجدنا، مش عايزين حاجه. انما لما تقول انا والله بتبع ما الفيت عليه اباء، يقول لك طب واتبع دي بقى اخرى. انما لما اقول حسبنا قفل عليا الطريق، قفل عليا ايه؟ شوفوا بقى، شوفوا بقى الاستدراك من الله في الايه الاولى بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا قال الحق سبحانه وتعالى، ايتبعونا
ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جيب يعقلون هنا، إنما في قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يقول أولو كان آباءهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تبقى يعقلون هناك وإيه ويعلمون هنا، إن هي اللي أشد في الإنكار حسبنا. فجاءت الكلمة مناسبة لحالهم من الإنكار. إزاي؟ أم قال لك لأن المعلومات التي نعلمها نحن نعلم ما تعقلناه نحن وما تعقله سوانا، والمتعقل هو اللي بيستنبط، والعالم هو اللي ما بيستنبطش، اللي بيعلم ما يستنبطش، يعلم ما استنبطه مين. فلو لم يكن عنده قدرة على الاستنباط يبقى يشوف غيره استنبط ايه ويعلم. يبقى اذا رقعة العلم اوسع ولا لا؟ رقعة العلم اوسع. ليه؟ لانه يعلم تعقل نفسه وتعقل مين غيره. الحرارة تمدد الاجسام، اللي عقلها وابتكرها عقلها وعلمناها لاولادنا ولا لا؟ يبقوا يعلمونها مش ابتكروها. فلما كان الانكار في حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا جاء بالمادة لا يعلمون، يعني لا يعقلون هم ولا يعلمون معقول غيرهم. شوف ليه هم ما يعقلوش ولا يعلموا ايه، لكن الفينا عليه اباءنا يقول ايه يبقى يعقلون. يبقى دي مناسبة يعقلون ودي مناسبة ايه؟ دي ودي مناسبة يعلمون. اولو كان اباؤه هنا، اولو دي همزة اسمها يسموها همزة الانكار، زي ما تيجي تقول له اتضرب اباك، تبقى كأنك هو انت بتستفهم منه ولا بتنكر عليه وتوبخه على العملية دي. يقول له يا اخي اتتبع اباءك ولو كان هؤلاء الاباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نقول يهتدون هنا ويهتدون هناك، انما يعلمون هنا ويعقلون هناك. يبقى يهتدون متفقين فيها ولا لا؟ أم قال لك اه، لان العلم والتعقل عملية انسانية، لكن الهداية دي عملية من السماء، فهم لا متبعين منهج السماء ولا متبعين منهج الايه، لا العقل ولا الايه ولا العلم. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الله، ما هو مدام اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول يدل على ان في فريقين، فريق ماشي على ضلال وفريق بده ياخده على ايه، على الى الحق. المعركة دي تفضل كتير؟ ام قال لك ايه وتفضل كتير ليه؟ ام قال لك لان المفروض في المجتمع الايماني ان الانسان يحب لاخيه الانسان ما احبه لنفسه، فان احببت لنفسك الايمان فاحبب لاخيك الايمان، ان احببت الطاعة فاجعل اخاك يحب الطاعة. فلما ترى على منكر ارفعه عن المنكر وادفعه الى الايه، الى المعروف. قال لك ليه؟ ام قال لك لان الخير حين يكون من الانسان ينفع سواه، وقد يتأجل نفعه الى اخرى. انما انت خير، المجتمع هيستفيد من خيرك ولا لا؟ انت صادق، انتفع المجتمع من صدقك، امين، انتفع المجتمع من امانتك، نزيه في عملك، انتفع المجتمع من نزاهتك. طب واذا كان المجتمع فاسد؟ انا اشقى بفساده، اشقى بايه؟ الله، يبقى اذا الخير المجتمع هيستفيد من ايه؟ طب والمجتمع الشرير يتعب الخير ولا ما يتعبوش؟ يبقى من مصلحة الخير ان يعدي خيره الى سواه، من مصلحة الخير انه يعمل ايه، ان يعدي الخير فيه الى سواه. عشان ايه؟ عشان انا استفيد منه كمان، والا انا خير وده خير استفيد من خير، انما ايه وبعد ذلك انا يضرني شره، يبقى من مصلحة انا اعمل ايه، ان هو يكون خير. يبقى اذا لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لا؟ يبقى ده امر عائد على نفسنا ولا لا؟ ولذلك قال عليكم انفسكم، الزموا، كلمة عليكم انفسكم يعني الزموا ايه، الزموا انفسكم. طب وقال ذي النفس الذاتية الواحدة؟ ده قال انفسكم،
الزموا ايه؟ انفسكم. يبقى كل دي بتاعنا. ولذلك لما تيجي في الحق سبحانه وتعالى وشوف التعابير القرانيه يوم يدي التعبير القراني تعبير الشيوع عشان يعمل ايه؟ يجعل مصلحه الغير هي مصلحتك انت، مصلحه المامور له هي مصلحه المامور. ليه؟ عشان يغريني بانني ايه ابعد. يجي مثلا يقول لك ايه السفهاء اللي ما بيعرفوش يتصرفوا في الاموال، اوعى إيه يقتل ده ماله هو حر فيه. ليه؟ اما قال لك ده مالك ده ايه؟ لما يوجه الى الخير هتنتفع انت والمجتمع ينتفع بيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حب يشجعنا على العمليه دي، ان اشوف سفيه اضرب على ايده اقول له لا انت ما تتصرفش كده، ارفع عليه قضيه حاجه اقول ده مش نافع. ليه انت مالك؟ ام قال لك لانه السفه بتاعه هيتعدى شره اليه، انما كل المال يتوجه الى الخير هيتوجه للمجتمع كله، يبقى عاد عليا ولا ما عادش؟ يقول له ولا تؤت السفهاء، مش اموالهم اموالكم، ولا تؤت السفهاء ايه اموالكم، هي مالي ده ماله هو. ام قال لك لا، لانك ان تركته سفيها فسيتعدى شر المال اليه، وان رشدت استعماله هيتعدى غير بتاعك. ولذلك حما ايه لما يبلغ الرشد بقى يقول ايه فادفعوا اليهم ايه فان انستم منهم رشدا، ما قالش فادفعوا اليهم اموالكم، بقت اموالهم بقى، لانه بقى ايه بقى رشيد خلاص مأمون على المال. مفهوم؟ يبقى عليكم انفسكم يا جماعة المؤمنين، عليكم انفسكم، يبقى مش كل واحد عليه نفسه، عليه ايه جماعة المسلمين كلها. يبقى اذا اهتديتم هي اللي تديني، ومن هدايتنا اننا نعمل ايه؟ ان اللي على فساد نقومه. ما تقولش انا مالي بقى، تقول اللي على فساد نعمل فيه ايه؟ نقومه. عليكم انفسكم بعد ذلك لا يضركم من ضل اذا ايه؟ اهتديتم، عملتم اللي عليكم. عملتم ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بايه؟ فإن لم يستطع بس خذوا فبقلبه أنها معطوفة على فليغيره أيضا، يعني فليغيره بإيه؟ بإيده. ما استطعش يغيره بإيه؟ ما استطعش يغيره. طب كيف يغيره بقلبه؟ نقول المسألة مش نفاق بقى، ما عجبكش تصرفه إياك أن يكون تصرفك معه مخالفا لما في قلبك عليه. بيحدي الله قطعه، ساعة ما أي واحد يعمل شيء مخالف ويقاطع من المجتمع سيضطر رغم أنفه إنه يعمل إيه؟ يعني شايف واحد منحرف ولا واحدة منحرفة ولا بتاع ولا إيه؟ المجتمع ما يعظمش حد، ما يقابلوش مقابلة كويسة، ما يجاملوش، ما يعودوش، يقطعوا كده من حد. يبقى ده اسمه التغيير بالايه؟ بالقلب. معنى التغيير بالقلب ان اياك ان يكون تصرفك السلوكي الظاهري مخالفا لما في قلبك، بل يجب انك انت تعمل ايه حين تصنع ذلك؟ ايه اللي يحصل؟ ما الذي يجعل الناس يستسهلون امور الشر اولا ثم يتوغلون فيها؟ ان المجتمع سايبهم برضه بنجامله، مش كده؟ ولما بيعوز ياكل بنديله، ولما نعزم الفلوس بنديله، ولما يقفل مش عارف نحييه، ولما حد نعوده. لا، اشعره بانه انقطع عن جماعة المسلمين. حين تشعره ان انت ما قدرتش لا تضربه على ايده عشان يضربك، ما قدرتش تكلمه لا يشتمك ويلعن اللي جابه، طب خلاص انا اقدر على مين؟ شوف على نفسي اعمل ايه بقى؟ بقلبي. بقلبي يعني ايه؟ اكره. وإذا رأيت الذين يخوضون في أثناء فأعرض عنهم، ساعة ما تعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم التفت إلي إيه؟ إن عزل. ولا يجعل الناس يستشعرون في الشر إلا احترام المجتمع للشريرين، ساعة ما يشوفوا كده واد في الفلاحين وبقى عنده بندقية وتعلم ضرب النار وبتاع وده يجامله وده يجامله وده يجامله وده يضحكله وده يقفله، يبقى الكل عايز يعمل كده ولا لأ؟ عايز يعمل إيه؟ لا يضركم من ضل إذا إيه؟ ومن هدايتكم انكم من رأى منكم منكرا فليغيره بايه؟ فان لم يستطع اي فليغيره بقلبه. كيف يغيره بقلبه؟ يجعل تصرفه السلوكي مناسبا لما في قلبه عليه، فلا يكون في قلبه انه هو كره وبعد ذلك يعمل من عمل ايه؟ المودة والايه؟ والمحبة. ودي مقياسها ايه؟ ايه المقياس فيها دي؟
هم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ما استقام لنا الأمر، ما استقام لنا الأمر. فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك خاصة نفسك، عليك خاصة نفسك اللي هي الانعزالية، بس لا للانعزالية والإيجابية. الإيجابية في إنك أنت ما تديش لمنحرف عن منهج الله إيه، لا مودة ولا إيه ولا رحمة ولا معروف ولا. وقال بعض العلماء طب الإنسان يقاوم إزاي؟ أم قال لك شوف، إن كان من فر من اثنين فقد فر، من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة لم يفر. فر يعني افرض انه جهاد، ان كنت اثنين، ان كنت انت واحد واعدائك اثنين وفرت منهم تبقى انت تسمى ايه؟ فرار. انما ان كانوا ثلاثة يبقى انحميت نفسك منهم يبقى مش فرار. ودي جاء منين؟ استنبطها العالم ده ازاي؟ لما يكون اعدائك قدك مرتين اوعى تخاف، انما ان كان ثلاثة لك حق انك تحافظ على حياتك. ليه؟ لان ما نحرمش المسلمين من خلية ايمانية بكش كده، خليك صاحب خلية ايمانية مفهوم. طب وان كانوا اثنين اشمعنى ما عملش انا كده؟ هم قال لك لا، لان الاثنين موعودين من الله بالنصر. ما يكون اعدائك قدك مرتين انت موعود من الله بالنصر. ازاي؟ كيف؟ شوف العلماء ولطف استنباطهم وحسن اقبالهم على كلام الله ليفهموا منه ويقننوا. يقول ايه؟ الاول كان ان يكن منكم مئة صابرون يغلبون ايه الف، مئة عشرون صابرون يغلبون ايه مئتين، عشرين بيغلبوا ايه، يبقى النسبة كام؟ واحد لعشر. يبقى الواحد المؤمن يقف امام ايه؟ عشر. وان يكن منكم ايه مئة يغلبوا ايه برضو النسبة واحد الى ايه. الان علم ان فيكم ضعفا، يعني ربنا احترم ضعفكم وعلم ان فيكم ضعفا، ما عملش النسبة واحد لعشرة، عمل النسبة بس واحد لمين؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ايه ضعف، فان يكن منكم ايه يغلبوا ايه مئة يغلبوا مئتين، تبقى واحد لكام؟ يبقى ان فر واحد قبل اثنين يبقى قد خرج عن موعود الله. انما ثلاثة يبقى مش داخل في الموعودين. يبقى اذا الناس اللي بدهم يغيروا منكرات الدنيا نقول له خد بالك، الاسلام ليس انتحاري، بمعنى انه يجي لبعض الخلايا الايمانية يقول لهم ارموا نفسكم في التهلكة. طب هم عايزين كده وعشان خلية الايمان تنتهي، نقول له لا خليك ناصح، شوف ربنا عمل المقياس المعدل، كان عامل المعدل واحد لعشرة، المعدل اتغير ان عمل واحد لمين. فان كنت واحد واعدائك اثنين ادخل ولا تبالي، لانك موعود من الله بالنصر. انما ان كانوا ثلاثة يبقى ما تضيعش نفسك بكش، خليك لحد ما يبقى عندك النسبة دي. ولذلك يجب الذين يفكرون في تغيير اي اوضاع ان يضعوا امام اعينهم هذه القضية، ان يغير بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبايه فبقلبه، مقاطعة لكل منحرف خلاص. وعليه في التعداد العددي انه يرى خصومه قد ايه، ان كانوا خصومه قدوا مرة يبقى ده بقى ما يبقى اسد، ان كانوا خصومه قدوا مرتين يبقى لا يبالي لان وعد الله قائم، ان كانوا ثلاثة يبقى عذرك وقال لك ما ترميش نفسك في ايه. فافهموا ايها الناس جميعا، الله يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، بعد ذلك ما دام عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه اذا اهتديتم. كلمه عليكم انفسكم بنلاحظ ان هنا على حرف جر والكاف والخطاب والميم للجمع، وانفسكم منصوبه، عليكم انفسكم بيسموها اسم فعل، يعني لا هي اسم على حقيقته ولا هي فعل على ايه على حقيقته ولا هي حرف على
بل هي حرف أدى مؤدى اسم عليكم أنفسكم يعني إلزموها حافظوا عليها. شوفوا مطلوبتها إيه؟ مطلوبتها لما تيجي مثلا برضو تقول إيه؟ إليك عني. إليك أنا جر ومجرور. إليك عني يعني إيه؟ لما تسمعها كده إليك عني يعني إيه؟ يعني ابعد عني. مش معناها كده؟ يبقى إليك عني اسم فعل بمعنى ابتعد. طب ودي تيجي ازاي؟ أم قال لك هي ما قالها كده. إليك العدو حين يقبله علي بده يؤذيني، يبقى جاي إلي ولا لا؟ يبقى أنا إيه؟ غايته. لما تقوله لا اجعل غايتك نفسك إليك، اجعل غايتك إيه؟ مش مش أني مش إلي. إليك يعني ابعد إيه؟ اجعل الغاية لا إلي ولكن إليك. زي ما تقول له وراءك، وراءك يعني إيه؟ برضو بتعد عنه لأنك أنت لك أمام مقبل بيه علي ولك وراء، تقوم تقول له إيه؟ وراءك يعني إيه؟ يعني اتجه وراءك، ابعد إيه؟ ابعد عنه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهداية أن نعرف القضايا، من رأى منكم منكرا وما فإن لم يستطع، فإن لم يستطع فبقلب. وبعد ذلك ننظر إلى الكمية المهتدية والكمية الضالة، نقول إن كانت مثلك أقبل ولا تتردد، إن كانوا أدك مرتين أقبل ضمانا من وعد الله، إن كانوا أكثر من ذلك يبقى أنت إيه؟ أنت معذور. والمقاطعة مش إن الإنسان الإنسان إذا رأى المجتمع وجد إن كل واحد بيحب يبقى له صيت وذكر في المجتمع ومكانه، فإن رأى مكانة الصادق يبقى يحب إنه يكون صادق، وإن رأى مكانة الكاذب يحب يكون كاذب، إن رأى مكانة المستقيم في استقامته يحب يكون إيه؟ مستقيم، إن رأى مكانة الواحد في المجتمع بانحرافه يبقى منحرف. الله، إذن كل واحد بيحافظ على إيه؟ على كيانه في إيه؟ في مجتمع. فأحبط له هذه، أوعى تكرم في المجتمع إلا من كان على إيه؟ على منهج. تشوف تلاقي كل الناس بقى ايه؟ كل الناس بقت على المنهج الكويس لانهم يحبوا ايه؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا. الله، كلمه الى الله مرجعكم جميعا يعني وان ثبت انكم حصل لكم من ضرر من مواجهيكم فاعلموا ان هذه الحياه مش هي كل حاجه، بل هناك حياة أخرى نرجع فيها إلى الله. فمن كان في جانب الله أعطاه الله خلودا أبديا في نعيم، ومن كان ضد منهج الله أعطاه الله خلودا أبديا في إيه؟ في جهنم. ليه قال الكلمة دي؟ أم قال لك لأنك أنت لا تضمن نفسك في كثير من المواقف، أنت تدخل على معركة وفي نيتك الإخلاص، إنما قد تنحرف هذه المسألة فيصيب الإنسان منا إيه؟ ضرر على قدر من حرف. ليه؟ لأن الذين في منهج الله دائما أو جنود الدعوة إلى الله أو جنود الجهاد إلى الله يجب أن تظل هذه المسألة في بؤرة إيه؟ شعورهم إنهم مع مين. ولذلك قلنا زمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة أحد وأمر الرماة أن لا يبرحوا أماكنهم وإن رأوهم منتصرين وإن رأوهم منهزمين، اوعوا تبرحوا أماكنكم. ماذا كان الموقف؟ بمجرد ما انتصروا وراحوا للغنائم سابوا الموقع ولا لا؟ طب قولوا لي بالله، أكان ينصرهم الله وهم على مخالفة من رسول الله؟ يبقى إن لكم حاجة يبقى بما إيه؟ بما كسبت. نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أم قال لك لو لم يكن إلى الله مرجعكم جميعا فماذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصرا لجند الله؟ دخلوا المعركة كده في الأول وبعدين إيه؟ استشهدوا. نقوم نقول له ده أنت إلى الله رجعك وحيديك إيه؟ حياة تانية ونظام تاني. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم بما كنتم تعملون، وما معنى الإنباء هنا؟ الجزاء عليا والتكريم. انت صنعت كذا استشهدت في سبيلي يبقى حظك تبقى كذا، يبقى حفل التكريم ولا مش حفل التكريم؟ حفل التكريم. يا ايها الذين امنوا
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إيه أكاذي الحق سبحانه وتعالى كما ساس حياة المؤمن طالما كتب الله البقاء في الحياة أيضا ساس حياته حينما يستقبل الموت. ليه؟ حتى لا يفهم أنه يسوس نفسه حياته فقط ولكن يسوس نفسه أيضا بما يضمن له الحياة الأخرى في ساعة الموت. وخلاص الموت جه حضر الموت يبقى لا ينسى الوصية. ليه؟ أم قال لك لأنه قد يكون للإنسان مشغولية ذمة بدين عليه بحقوق للغير مثلا بدين الله ما يضيعوش على ورثته. يبقى إذا كان الإنسان في أهله حاضر يبقى من الممكن أن هو يعني كل واحد عارف الموضوع، إنما إفهم أنه غريب إذا ضربتم في الأرض يعني إيه؟ يعني سافرتم في غير أوطانكم نعمل. أم قال لك تعمل وصية. إمتى الوصية؟ إذا حضرت له مقدمات الموت. لما تحضر له مقدمات الموت إن كان معاه مسلمين يشهدهم على الوصية. طيب وما كانش معاه مسلمين برضو يشهدهم على الوصية. ده الكلام ده إيه؟ كان في الأول لقلة الإيه؟ ولأن الناس قد يصاحبون في السفر غير مسلمين. فالحق سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يبقى شهادته في الوصية كام؟ اثنان ذوى عدل منكم. طب إذا ما لقناش من المسلمين منكم يعني من المسلمين، ما هو يا أيها الذين آمنوا به جاب يقول إيه؟ أو آخران غيركم. يبقى ما عملش لنا عذر في أن نترك الإيه؟ الشهادة على الوصية. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إيه؟ الوصية اثنان شهادته اثنان. شهادة بينكم إيه؟ شهادة بينكم ما هي الشهادة؟ أولا الشهادة هو الأمر المشهود الحاضر، وبتأخذ معاني اسمها المعاني باللوازم. المعاني باللوازم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى ايه؟ اللي حضر الشهر وادركه يصوم. هل او هي في شهاده هنا في الصوم؟ طيب هل او لما يقول ايه؟ الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما ايه؟ في دين، وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. يكون ايه؟ يكون حاضرين. يكون حاضرين. طب وقد تأتي الشهادة بمعنى الحكم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه؟ من قبل أو من دبر. يبقى شهد يعني حكم. يبقى إذن الشهادة تأتي بمعان إيه؟ متعددة، والأصل فيها المشهد الشيء الذي تشاهده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.